الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوار المساء. العمل الإعلامي متى فقد أخلاقيات المهنة تحول إلى وسيلة لنشر الكذب والمساهمة في الفساد، بل وصناعته في بعض الأحيان. ولذلك وضعت معايير وقيم للعمل الإعلامي يسير عليها. فما هي تلك المعايير؟ وكيف يتم اختيارها؟ ومن يضمن استقلالية وشفافية عمل المراكز والمنظمات التي تقوم بتطبيق هذه المعايير على وسائل الإعلام؟ صراع المصطلحات في العمل الإعلامي موضوع حلقة الليلة من حوار المساء، نبدأها بعد هذا التقرير. المصطلحات تطلقها مراكز الدراسات ويروج لها الإعلام ويتحمل آثارها المجتمع. لذلك يبقى العمل الإعلامي مسؤولية كبيرة لما له من تأثير على الوعي العام للمشاهدين. وكثيرا ما لعب الإعلام دورا إما سلبا أو إيجابا في تشكيل رأي عام أدى في آخر المطاف إما لتغيير للأفضل أو كانت نتائجه ما لا يحمد عقباه. وحتى تبقى وسائل الإعلام وسيلة إيجابية، انتشرت كثير من المصطلحات التي تهدف لضبط وسائل الإعلام وضمان سلامة أدائها كالحياد والمهنية والمصداقية. ومن جهة أخرى استحدثت مصطلحات أخرى كخطاب الكراهية والتحريض والتشهير من العلامات التي تدل على مدى قرب أو بعد أي وسيلة إعلامية عن المهنية. وليس بمستغرب أن يختلف الباحثون في استخدام المصطلحات الرائجة في الإعلام، ولا أن تسعى مراكز الدراسات والبحوث واستطلاع الرأي العام إلى توجيه الوسائل الإعلامية لاستخدام مصطلحات معينة بكيفيات معينة. الأمر الذي دفع البعض للسؤال عن المعايير التي يتم من خلالها تقييم أي وسيلة إعلامية وكيفية تطبيق هذه المعايير ومن يقوم بوضعها. فخطاب الكراهية على سبيل المثال قد يتم المساواة فيه بين من يدعو للقتل والتهجير والتدمير صراحة، وبين من يدعو للدفاع عن الوطن ونصرة القضايا العادلة والمحافظة على الثوابت، ليضع الجميع في سلة واحدة ويتهم بنشر خطاب الكراهية أو التحريض على الاقتتال، لينتقل التساؤل هذه المرة عن طبيعة تلك الجهات أو المراكز التي تقوم بتقييم الوسائل الإعلامية وما مدى تطبيقها هي نفسها لتلك المعايير التي تقيس بها الآخرين. وبين كل ذلك لا شك أن الحياد في زمن الصراع بين القضايا العادلة والظالمة لا يمكن أن يكون حياديا، وأن ترك المظلوم ليلاقي مصيره المحتوم من الظالم لا يمكن أن يكون دعوة للسلم والصلاح، والغض عن أفعال المجرمين والتزام الصمت لا يمكن أن يكون مهنية. فوجود وسائل إعلامية صادقة تدعو للحقيقة بلا زيف ولا تقلب وفق مصالح مالكيها يصبح حاجة ملحة، خاصة في زمن يكثر فيه التضليل من وسائل إعلامية أخرى قد لا يرى ما تقوم به، وإن كان ذلك أوضح من الشمس في رابعة النهار. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. معي في هذه الحلقة ضيفي عبر سكايب الأستاذ عمر عبد العزيز الناشط الإعلامي، وسينضم إلينا الأستاذ محمد عمر حسين بعيو الكاتب والباحث السياسي. باسمكم جميعا ورحب بضيفي الكريم. مرحبا أستاذ عمر، السلام عليكم. وبالمشاهدين. أستاذ عمر، يعني هناك كثير من المصطلحات التي تحكم العمل الإعلامي كالمهنية والحيادية وخطاب الكراهية والتحريض وغيرها.
كيف يمكن تعريف هذه المصطلحات؟ كيف يمكن أن نحدد ما مضمون هذه المصطلحات؟ أولاً أرحب بك أستاذي الكريم، وأرحب بالمشاهدين الكرام عبر قناتكم قناة التناصح. مرحبا بك. في الحقيقة العمل الإعلامي يقوم ببساطة على إخبار وإعلام الناس، إخبار وإعلام الناس من خلال الحيادية الموضوعية المهنية بدون تفصيل كبير لهذه المصطلحات، لكن هذه المصطلحات في مجملها تعني أن الوسيلة الإعلامية لابد أن إذا تناولنا مثلا موضوع معين أن تعطي كل الأطراف نفس المدة في البرنامج. لما نختار أطراف يكونوا الأطراف بنفس القوة من حيث الصفة أو من حيث إذا كان في تمثيل يعني. يعني مش مثلا وزير خارجية أمام موظف صغير في خارجية دولة أخرى، هذا مثال. كذلك الصحفي لابد أن يمرر مثلا الأخبار بلا تفسير أو تأويل أو تهويل. فمن هنا يكون الإعلام صافي، نعطي وجبة معلوماتية صافية بدون ما نفسر هذه المعلومات أو نؤولها. إذا دخلنا إلى مجال التحليل نجمع بين الأطراف ونعطيهم نفس الوقت، يكون نفس القوة، لا أكون منحازا لطرف على حساب آخر. كذلك مثلا لا أستهدف فئة معينة بالنقد المستمر، أو أستهدف لون معين، أو أستهدف عرق معين، أو أطلق مثلا على فئة معينة مصطلحات خاصة بي أنا دون الذي يستخدمها كل العالم. هكذا هو الإعلام. طيب، انضم إلينا الأستاذ محمد عمر حسين بعيو الكاتب والباحث السياسي، وكذلك أيضا الأستاذ ماهر حجازي الإعلامي والصحفي الفلسطيني. فنرحب بضيفي الكريمين. الأستاذ محمد بعيو، يعني الآن هذه مثل هذه المصطلحات في المستعملة في الإعلام، القضية مثلا الكراهية، الخطاب الكراهية، الحيادية المهنية إلى آخره، من يقوم بتحديد أو وضع معايير حقيقية لكي نضبط هذه المعايير، وكذلك أيضا نقيس من يستعملها على مقياس مستقيم ويمكن أن يحكم أحكاما عادلة ومنصفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحييك أخي عبد الله، وأحيي ضيفك العزيز عمر عبد العزيز والمشاهدين الكرام. وأشكركم قناة التناصح على إتاحة هذه السانحة للمشاركة في هذا الموضوع. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الذي يحدد المصطلحات غير، بالإضافة لكلام أخي عمر فيما ذكره عن ضوابط المهنية في الوظيفة الإعلامية، الذي يحددها بالأساس هو المنهج والمشروع، وهذه مصدرها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله وتراكمات التجربة الإنسانية فيما اتفق عليه من أصول وضوابط ومنهجيات. اليوم الموضوع الحلقة مساهمتي ستكون من خلال الأجواء التي يثار فيها مثل هذه التقييمات ومثل هذه الموضوعات. اليوم يراد من أبناء الإسلام ومن أبناء الثورة في ليبيا أن يتخلوا عن أسلحتهم، ليس سلاحهم المادي فحسب، ولكن كما قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. فأي مصدر من مصادر القوة، ولو كان بالدفاع وبالذود عن الحياض وبالتحريض على الثبات وبالتذكير بأهداف فبراير وبغاياتها وبمقاصدها
وبرسالتها وبمبادئها وبتعيير هؤلاء الناس بتاريخهم الفاسد المنحرف وكذا، يعتبر هذا تحريضا على الكراهية وتحريضا على القتل. يعني اليوم نحن عندما ندافع عن أنفسنا في بنغازي ضد هذه الهجمة المجرمة الشرسة وهذا التكالب العالمي وهذا التواطؤ الإقليمي وهذا كذا، يسموننا خطاب كراهية. إذن الموضوع يدور حول نقطة مهمة جدا في المنهج، وهي تسمى نسبية الحقيقة، وهذه من أكبر الأغاليط في حياة البشر وفي التفكير، أن هذا الموضوع بالنسبة لهم يعتبر غلط وبالنسبة لنا يعتبر صح، أو بالنسبة لزمن من الأزمان كان صحيحا والآن لا يصلح، فيجعل الأمر كله خاضع لميزان المصلحة ولميزان المكسب ولميزان ما يريده الخصم منا حتى نستجيب له وننبطح له ونتخلى عن أسلحتنا ومناصبنا ومناهجنا ورسالتنا. والعملية كلها تدور في إطار التطويع والتركيع لهذه الشعوب التي كسرت قيدها ورفضت هذا الاستبداد بعد سنين من الخضوع له. طيب لا أنتقل أيضا إلى ضيفي الأستاذ ماهر حجازي. أستاذ ماهر، الآن لو أخذنا مثال لهذا لنوع من المصطلحات وهو قضية خطاب الكراهية، يعني ما المقصود بهذا التعبير؟ نعم، بداية تحية لك أستاذ عبد الله ولضيوفك الأكارم. يعني لما لا شك فيه أن الإعلام هو سلاح خطير ذو حدين في هذه الآونة، فإما أن يكون هذا السلاح الإعلام لصالح الشعوب ولصالح القضايا قضايا الأمة، وإما أن يكون يعني وبالا على هذا الموضوع. طبعا خطاب الكراهية واستخدام المصطلحات يعود إلى سياسة سياسة الإدارة على وسائل الإعلام، وكذلك أيضا لمن يدعم هذه وسائل الإعلام يدعمها بالمادة. وبالتالي هذه المصطلحات واستخدامها والحض على الكراهية كلها ينبع من السياسة الإعلامية لوسائل الإعلام. وبالتالي اليوم يعني من يدعم أيضا ومن يقدم المال لوسائل الإعلام سواء كان من خلال القنوات التلفزيونية أو من خلال وسائل الإعلام الإذاعات أو يعني وسائل الإعلام بكافة أشكالها، كذلك المال هو سبب رئيسي في استخدام المصطلحات. وأنا هنا ربما يعني أتحدث يعني في الشأن الفلسطيني ونأخذ بعض المصطلحات ونرى ما هو الفرق في هذا الموضوع. يعني اليوم مثلا إحنا في الحالة الفلسطينية عندما نتحدث هناك وسائل إعلام تدعم القضية الفلسطينية وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبالتالي عندما يعني تكون هناك حوادث يعني مواجهة من الاحتلال ويسقط شهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني، فنرى أن وسائل الإعلام تتحدث يعني بعض وسائل الإعلام التي تدعم الفلسطينيين تقول مثلا استشهاد فلسطيني، ولكن اليوم عندما هناك قنوات أيضا تحاول أن تكون بعيدة عن الشعب الفلسطيني وعن دعم القضية الفلسطينية فتتعامل بأسلوب مختلف مع هذه الحادثة، وقد تتحدث عن مقتل فلسطيني. وأيضا يعني في الطرف يعني في النصف الثالث ربما نتحدث من يقفون مثلا على الحياد من وسائل الإعلام لا مع الاحتلال الإسرائيلي ولا مع الشعب الفلسطيني، فممكن أن يتحدثوا مثلا عن وفاة فلسطيني بنطاق الاحتلال السوري. وبالتالي أيضا يعني هذه النقطة المهمة أن موضوع المصطلحات والحظ على الكراهية أو الحظ على الخير هو نتيجة للسياسة التحريرية لوسائل الإعلام، وأيضا بالدرجة الأولى لمن يقف خلفها من حكومات وأنظمة. وبالتالي أيضا لازم أن نفرق بين شيئين، أن تكون وسيلة الإعلام خاصة وبين أن تكون هذه وسائل الإعلام تنطق بإسماء حكومات وبأنظمة. وبالتالي أيضا هنا ستكون المصطلحات يعني مختلفة عن بعضها الآخر. طيب يا أستاذ ماهر، أستاذ ماهر لو تحدثنا عن الإعلام الحر، هل من مطلوب من الإعلام الحر أو الإعلامي أن يتجرد من إنسانيته وأن لا يكون له أي موقف حتى أمام الجرائم ضد الإنسانية والأمور الواضحة؟ هذه صراحة نقطة مهمة. يعني نحن خلال مسيرة عملنا الإعلامي كثيرا ما نتعرض لهذا السؤال، أنه يجب على الصحفي أو هذا الانتقاد أن يجب على الصحفي أو الإعلامي أن يتجرد من إنسانيته. وبالتالي لكن صراحة هذا الموضوع يعني شيء صعب جدا أن يتخلى الإعلامي أو الصحفي عن إنسانيته وأن لا فعلا أن لا يكتلف، خاصة يعني تعلق الموضوع بقضية تهمه. يعني عندما نحن كإعلاميين مثلا فلسطينيين لا أستطيع شخصيا مثلا أتخلى عن إنسانيتي تجاه عندما أرى أبناء شعبنا الفلسطيني يقتلون ويذبحون، عندما أرى المقدسات الإنسانية في فلسطين ومسجد الأقصى تنتهك لا أستطيع
ان اقف مقطوط الايدي امام هذه الجرائم. والكثير من المراسلين الاعلاميين لوسائل الاعلام الذين هم ابناء فلسطين الذين يتواجدون داخل فلسطين وهم في ميدان المواجهه ايضا لا يستطيعون ان ينقلوا الحدث من باب الحياديه، وانما نجد معظم المراسلين او غالبيه ابناء فلسطين الاعلاميين المتواجدين في ارض فلسطين ينقلون الحدث الى العالم ليس بتجرد او حياديه يعني على الهامش، وانما فعلا ينقلون بوطنيه وانتماء لفلسطين. وبالتالي يجب انا صراحه اقول انه يجب ان يكون الصحفي يعني لديه مهنيه اعلاميه، ولكن في نفس الوقت لا يتخلى عن انسانيته وان ينقل الحقيقه والواقع، خاصه فيما يتعلق ب خاصة الأزمات التي تشهدها المنطقة. طيب أستاذ عمر عبد العزيز، هل من الممكن في حالة أن نريد أن نقيس هذه المعايير ونطبقها على القنوات الإعلامية، هل من الممكن أن نساوي بين إعلامي يخرج في على قناة فضائية ويقوم بالتحريض المباشر على أشخاص يعني بأسمائهم أو جهات بعناوينهم وليتم استهدافها استهدافهم بعد ذلك بيوم أو يومين، وبعضهم يتحدث في وسائل الإعلام ويتكلم عن أنه سيقضي على خصومه السياسيين ويقضي عليهم فردا فردا هكذا، في بين مثل هذا الصنف نساوي بين هذا النوع وبين نوع آخر يدافع عن قضية يرى فيها أنها عادلة ويصف الأشياء ويسميها بأسمائها الحقيقية. نعم، قبل أن أجيبك دعني فقط أرحب بالضيوف اللي انضموا بعد أن رحبت بي، خاصة الأستاذ العزيز الأخ محمد بعيي، تحية له مني وكذلك الأستاذ ماهر. شوف أخي الكريم، الجمهور طبعا كل واحد يرتاح إلى ما هو مقتنع به، فيشاهد القناة التي يرتاح إليها ويرى القناة الأخرى مثلا أنها تحريضية، لكن كما قلت لابد لنا من معايير. من يقوم بهذا القياس ويضع المعايير؟ في العادة هي مراكز الأبحاث هي التي تفعل هذا الفعل، لكن خلينا بشكل صريح بدون غمز ولمس نجوع على طول هيك نحكو على مباشرة، وأنا صراحة أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بشكل مباشر. ما أثار هذه القضية اليوم هو التقرير الأخير للمركز الليبي لحرية الصحافة، هذا هو الذي أخرج تقرير وصنف ما شاء الله القنوات والكراهية والتحريض والقناة الفلانية تتصدر وهو هذا الذي أثار الموضوع، والآن هذا يجب أن نحن نكشفه للناس، لأن الناس يتخيلوا أن هذا المركز وضع مقاييس دقيقة ولديه معايير صارمة، وهذا في الحقيقة خلل كبير، لأني أنا شفت هذا التقرير ليس بتفصيل، لكن قراءتي الأولى له وكذلك أحلته على أحد الباحثين، هذا البحث يعني لا يمكن أن نقفز إلى نتائجه بدون أن نعرف أن أصلا منطلقاته فيها شبهات كثيرة وغير صحيحة. يعني مثلا من الذي مول هذا البحث؟ هذا أول شيء. من الفريق؟ أي تقرير بحثي رصين لابد أن نكتب من الأشخاص الذين قاموا عليه بالاسم، مش بالجهات حتى، بالاسم. من هو الفريق الذي قام بهذا البحث وما هو مؤهلاته العلمية؟ من الجهة التي مولت هذا البحث أنفقت عليه؟ ما هي الأداة التي استخدموها لقياس موضوع التحريض والكراهية؟ ما هي الأداة؟ الأداة هي في العادة تكون استطلاع آراء الناس أو استطلاع عدد كبير من الخبراء، لكن هم هنا لم يلجأوا إلى آراء الناس أو استمارة أو استبيان للناس، هم شاهدوا هذه القنوات اللي قالوا عليها 9 أيام وخرجوا بالنهية وصنفوها
قدام شوية ممكن نفصله في هذا الموضوع. نعم. طيب هذا معناها مبني إيش؟ مبني على انطباعاتهم هم الشخصية زي ما كان يقول لك الأخ ماهر. نعم. ها؟ نعم. يعني كي أنا لو شفت مثلا لاعب يضرب كرة قوية، هل أستطيع أن أحكم أن هذه الكرة مؤثرة إن لم أراها دخلت في المرمى؟ نعم. فهو كيف بنى وهو جالس وشاف هذه القناة وبعدين يكتب لك ويوضح التقرير البحثي ان قناة النبأ تصدرت كذا وكذا وكذا، يعني ممكن نحكوا عليها بالتفصيل. نعم. التراص قناة تحريضية يعني استاذ عمر، على هذا الكلام الان بدون ضوابط ولا معايير يمكن ان تصنف هذا التقرير ايضا من جملة التحريض على قناة النبأ 100%. نقول لك على حاجة، شوف العبارة. نعم. وقد تصدرت قناة النبأ الإخبارية الأكثر ارتكابا للإخلالات المهنية بنسبة مئوية 16.26. فيما جاء، شوف بس، فيما جاء جاءت قناتي ليبيا 24 و218 بالمرتبة الثانية بنسبة مئوية 15.60، يعني بينهم أقل من 7 من 10، وانت تقول تصدرت التحريض. وبعدين شايني يا أخويا تحرير كيف؟ الوقت هذا اللي أشار له أخونا محمد بعين، قال لك إيش؟ قال لك إن المركز هذا وحدة الرصد رصدت هذا الموضوع اللي هو موضوع التحرير من خلال متابعة متواصلة لتسع قنوات، أسمع، متواصلة لسبعة أيام من 16 إلى 21 فبراير، ركز كويس. أول حاجة من 16 إلى 21 هذه 6 أيام مش 7، الجماعة عندهم خلل حتى في الحساب. الشيء الآخر، ليش جايب لي في وقت فبراير بالذات؟ أنت عندما تريد أن تقيس، قيس في 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 أوقات طبيعية. حتى الدكتور لما يجيب بيقيس الضغط يا أستاذ عبد الله يقول لك لا تقيس الضغط بعد الانفعال ولا بعد التوتر ولا بعد جري ولا بعد رياضة. جايني في وقت فبراير، الست أيام بتاع فبراير، هو قال 7، جاي ترسلي في 6 أيام فبراير والهجمة على فبراير شرسة، ثم تقول أنهم يحرضون على الكراهية ولم يأتوا بأدلة. فهي مشكلة، كل واحد أصبح يقيسها بشكل، بس زي ما قلت لك لما تكون في إطار الجمهور مش مشكلة، لكن المصيبة أن عندما يتصدر لهذا المشهد ما يسمى بمركز بحثي وينشر تقريره ويبنى عليه ويبدأ الثواب والعقاب بناء على هذا البحث المشبوه. نعم. طيب الآن لعل قبل الفاصل أسأل الأستاذ محمد بعيو، الحقيقة أن قضية هذه المفاهيم الآن ربما يعبر بعض الإعلاميين بقاعدة أن نحن منحازون، يقول نحن منحازون للثوابت الدينية والوطنية وفي حالة الخلاف موضوعيون، فما مصداقية مثل هذه العبارة وهل يمكن أن تكون مقياسا للعمل الإعلامي الحر؟ أريد إجابتك أستاذ محمد بعيو بعد فاصل قصير. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم. إذاعة تناصح المسموعة، منبر لكل ناصح. يمكنكم متابعة إذاعة التناصح المسموعة بحلة جديدة وباقة ممتعة من البرامج المباشرة والمسجلة الاجتماعية منها والثقافية والتربوية، والتي نسعى من خلالها لطرح ومعالجة أبرز القضايا التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ويمكنكم متابعتنا على الترددات الآتية: إذاعة التناصح المسموعة المنطقة الغربية عبر الأثير 102.1 FM، إذاعة التناصح المسموعة مدينة زليط والخمس ومسلاتة عبر الأثير 89.3 FM، كما يمكنكم المشاركة في البرامج المباشرة عبر الرقم 021-334-7405.
إذاعة التناصح المسموعة، منبر لكل ناصح. لكل ناصح. مرحبا بكم يا أخت المشاهدون. أستاذ محمد بعيو، الآن كنت سألتك عن القاعدة التي يؤطرها بعض الإعلاميين أن نحن منحازون للثوابت الدينية والوطنية وفي حالة الخلاف موضوعيون. نعم أخي عبد الله، دعاوى الحياد لا نسلم بها. أنا شخصيا في موقفي من الإسلام، في موقفي من الثورة، في موقفي من الحرية، في حق شعبنا للنظام والعدالة، أنا لست حياديا، أنا منحاز لهذا الخندق. أقذوبة الموضوعية هذه قد توجد في مختبر أو في معمل أو في قصة يعني إملاء أو للتعبير في على ورقات، أما في واقع الحال نحن اليوم منحازون إلى الإسلام، منحازون إلى الثورة، منحازون إلى الحرية، منحازون إلى حق الأمة الليبية في الدستور، منحازون إلى حق الليبيين في الشفافية أو ما يعرف أو ما يمكن تعريفه بالحق في تداول المعلومات. وبالتالي اليوم السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هذا المركز الليبي لحرية الصحافة من يقف خلفه ومن يموله؟ وهل لديه تجارب في 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 إجراء المصلحات هذه؟ وما هي الشرائع التي استهدفها؟ كيف فعل ذلك كما ذكر أخي عمر عبد العزيز من خلال بعض الأسئلة تتعرض لها؟ إذا نحن اليوم استمعنا إلى نتيجة بحث، نحن لا نثق ولا نعرف وما خلفية ومن الممول ومن وراءه وما هي أغراضه وما هي وسائله. إذا هذا من جهة المركز، ومن جهة كوننا أننا لسنا حياديين في الحقيقة لا نقبل بهذا. والتعريف أو التعريف بأن نحن موضوعيين، هذا الأمور ليس فيها موضوعية، إنما فيها أنت في أي خندق، أنت مع من. وبالتالي في حالة هذا المسح الإعلامي، أما في حالة العلاقات السياسية فهنا يأتي دور التفاوض ودور التفاهم ودور التنازلات. لكن الإعلام اليوم في ليبيا، الإعلام محرض أساسي اليوم الإعلام، لأن نحن اليوم عندنا معلومات بأن الإعلام الذي تحدثنا عنه هو محرض أساسي ومشوش ومنحاز، وقد وظف وغلف وتنكر وألف جحود وتشويه وافتئات وتحريف دعوات ونعارات جهوية وقبلية مقيتة. المواطن الليبي، الفكرة المثخنة، هل ستستطيع أن تقف أمام هذا الزخم وأمام هذه حملة الشعواء؟ يعني أنت تقدر تغير ثقافة الليبيين؟ إذا لدينا اليوم نحن علامة استفهام كبيرة، من وراء هذا المركز؟ ما هي أغراضه؟ هل هو بريء من المال السياسي؟ حتى لو كانت الأطراف الأخرى كـ 24 وكـ 218، لأن هناك تصفيات سياسية بين الفرقاء والخصوم، ليس الشريطة كل من يكون مع الثورة أو ضدها أو إسلاميين أو غير إسلاميين، هناك ضرب تحت الحزام. أنا أشعر أن هذا التقرير الغرض منه الأساسي هو التصنيف والحشر في زاوية ضيقة من جهة بحثية ليست لديها خبرة ولا تجربة وليست لدينا ثقة فيها. طيب أود إلى الأستاذ ماهر حجازي. الآن أستاذ ماهر، إذا كان الغرب الآن هو فيه أم الحريات كما يقول في عدة بلدان منه، ومصدر الإعلام الحر، نرى أنه يتعامل مع القيم بأهوائه وينتقد أي عمل يشم فيه رائحة الإسلام أو حتى مقاومة، مثل ما ذكرت الآن في المقاومة الفلسطينية مثلا يسميها بأسماء أخرى، إرهاب، عمليات إرهابية أو غير ذلك، بينما يبرر أي فعل يقوم به غيرهم، وأيضا طريقة تغطياتهم لما يحدث في بلاد المسلمين عموما، كيف تعلق؟ نعم صحيح. يعني اليوم عندما نرى إلى المشهد الإعلامي في القارة الأوروبية،
على وخاصة أن هذه الفترة تشهد صعود اليمين المتطرف في أوروبا، لا نجد الإعلام الأوروبي يركز على قضايا تستهدف الوجود الإسلامي في أوروبا. يعني اليوم قضية الحجاب والحرب على الإسلام وتكسر الإسلام في أوروبا لا نجد الإعلام الأوروبي هنا يتعامل معها. غالبية الإعلام الأوروبي يتعامل مع هذه القضية بشكل حيادي على الأقل يعني، ولكن نرى فعلا هناك حملة ممنهجة في القارة الأوروبية لاستهداف الإسلام، لاستهداف وجود الإسلام في أوروبا، وخاصة في قضية الحجاب والدعوات المستمرة لمنع الحجاب. يعني هذه نقطة مهمة. أنا أريد أن أعود في نقطة مهمة جدا يتحدث بها ضيوفك الكرام، هي في موضوع أن الإعلامي الذي يعمل في أي وسيلة إعلامية أو خاصة القنوات التلفزيونية، هذا يعني الإعلامي عندما يكون هناك أي حدث طارئ وتختلف رؤية هذا الإعلامي عن السياسة التحريرية أو السياسة الإعلامية للقناة التي يعمل بها، وبالتالي هون الصحفي إما يعني مجبر إما على العمل مقابل الجانب المادي، وبالتالي هو ممكن هذا الإعلامي أن يتخلى عن أفكاره ويتخلى عن مبادئه، خاصة اليوم مثلا فيما يتعلق بالثورات العربية، وربما أيضا يعني أو الخيار الثاني له هو أن يترك فرصة العمل هذه، وبالتالي الجانب المادي له عامل أساسي في موضوع يعني عامل أساسي ومهم جدا في موضوع صناعة المصطلحات، في موضوع يعني الحيادية، في موضوع الحظ على الكراهية. أيضا في نقطة الإعلام الأوروبي، يعني اليوم يعني على سبيل المثال مثلا على تنظيم داعش مثلا يخوض حرب مثلا مع المسلمين وفي نفس الوقت أيضا مع يعني الطوائف الأخرى من المسيحيين وغيرها، وبالتالي الإعلام الأوروبي ينظر إلى تنظيم داعش أنه يعني ويصوت له في إعلامه أنه يمثل كل المسلمين، وبالتالي هو دائما يستخدم هذه الشماعة تنظيم داعش وجرائمه بحق حتى المسلمين وحتى المسيحيين يستخدمها الإعلام الأوروبي ليصبغ كل المسلمين بأنهم هم يعني على شاكلة تنظيم داعش، وبالتالي لا يميز بين فعلا أنه حتى يعني من جانب الإسلام المسلمين هم يرفضون كل هذه الممارسات التي يقوم بها تنظيم داعش، وبالتالي طيب الإعلام الأوروبي لا يتمتع صراحة بالحيادية. طيب نشكرك أستاذ ماهر حجازي الإعلامي والصحفي الفلسطيني على هذه المشاركة، وانضم إلينا الأستاذ قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام. مرحبا بك أستاذ قطب. مرحبا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا أستاذ. الآن كيف نحدد إن كان خطاب وسيلة إعلامية أي وسيلة إعلامية خطابها، كيف نحدد أن خطابها خطاب كراهية أم لا، وخاصة في أوقات الصراع ومثل ما يحدث الآن في بلاد الثورات العربية؟ لا يوجد بالأساس فكرة الحياد غير موجودة يعني إلا في أذهان البعض، لكنه على أرض الواقع لا توجد فكرة الحياد حتى في وسائل الإعلام العالمية الكبرى التي تدعي هذا الادعاء. هي ليست محايدة، لا البي بي سي محايدة ولا السي ان ان محايدة ولا الفوكس نيوز ولا الجارديان ولا أي صحيفة ولا أي إذاعة ولا أي محطة تلفزيونية نستطيع أن نصدقها لأنها محايدة بشكل كامل. يمكن أن نتحدث فقط عن المهنية، يمكن أن نتحدث فقط عن قدر أكبر من الموضوعية في التناول، لكن الحياد الكامل هذا أمر غير موجود بالمرة. يعني أنا أتذكر قبل يعني يومين فقط في إسطنبول بعد النتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في المؤتمر الصحفي لبعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي كانت تراقب الانتخابات، وكان من ملاحظاتها أن الإعلام في تركيا لم يكن محايدا، وكان منحازا في معظم منحازا إلى التصويت بنعم. طبعا هذا كلام غير صحيح، لأنه أنا أقيم الآن في تركيا وكنت أشاهد وأتابع الإعلام التركي، وهو كان الحقيقة متنوع ما بين نعم وبين لا، هذا أولا. ولكن ثانيا وهو الأهم، أن هذه البعثة حين سئلت في المؤتمر الصحفي عن رأيها في تغطية الإعلام الأجنبي للاستفتاء في تركيا، قالوا نحن لا علاقة لنا بالإعلام الأجنبي، يعني تنصلوا من أن يبدو مجرد رأي في تغطية الإعلام الأجنبي، لأنها كانت تغطية منحازة بشكل سافر للتصويت بلا في الاستفتاء، وبالتالي هم أرادوا أن يبتعدوا عن هذه المنطقة. هم فقط
ركزوا على جانب فقط الإعلام التركي وحتى تحدثوا عنه بطريقة غير موضوعية. طيب. أيضا يعني الإعلام الحقيقة يعني يكذب من يقول أن هناك إعلاما محايدا. ليس هناك إعلام محايد، لكن يمكن أن يكون أو لا بد أن يكون هناك إعلام مهني يعتمد القواعد المهنية الصحيحة في النظر وفي تحليل وفي متابعة الأحداث من مصادرها من زواياها المختلفة، لكن لا يمكن أبدا. طيب أستاذ قطب، الآن لو نريد نقيس هذه المهنية، هل من المهنية عندما نضع معايير معينة أن نضع كلمات الآن مثل نعطيك كلمة مثل مجرم حرب وتقال على سفاح، جنرال سفاح يقوم بجرائم ضد الإنسانية، عندما تقوم وسيلة إعلامية وتصفه بمجرم حرب نساوي هذه الكلمة بوسيلة إعلامية أخرى تقوم بالتحريض المباشر على القتل والسحل والنبش القبور والتحريق وهكذا؟ أستاذ قطب معي؟ انقطع الاتصال. طيب أعود إلى أستاذ عمر. الآن الحقيقة في هذا مثل هذا التقرير، يعني الآن كيف عندما تصنف قناة النبأ مثلا على أنها أكثر قناة تدعو للكراهية في ليبيا، بالرغم أن قنوات أخرى مستوى التحريض فيها فاق كل حد، وهنا السؤال الآن عن الأسس كما سبق الآن التي تم تصنيفها عن طريق تصنيف قناة النبأ. نعم. شوف أستاذ عبد الله، خليني امتدادا لما كان يقوله الأستاذ قطب، نحن عندما درسنا يعني أبجديات الصحافة درسنا هذه المصطلحات الحيادية والموضوعية وكذا، في الحقيقة أشياء صحيح تستطيع أن أنت تطبقها كما ذكرت لك في البداية، الإنصاف في الوقت واختيار الضيوف بنفس القوة وكذا، لكن في أشياء هي الحقيقة الصفات هي أقرب للملائكية لأنه يعني لها علاقة بمشاعر الإنسان، والإنسان جبل على الميل، يعني حتى في أمور ذكرها الله عز وجل مثل موضوع تعدد الزوجات أو كذا، فلا تميل كل الميل، ويعني موضوع صعب جدا. وكذلك في موضوع الإعلام، أنا لما أشتغل في قناة فضائية وتأتي أمامي قضية فهذه أيضا تخاطب مشاعري بشكل مباشر، فأنا لا أستطيع أن أكون ملائكي، شفت كيف؟ وبالتالي مثلا لو جينا أنت سألت مثلا عن النبأ وكذا، يعني أنا في الحقيقة والله أنا لا أتعاطف لا مع النبأ ولا مع غيرها، أنا نحكي بموضوعية وأنا لا أراها، يعني أنا ما شفتش قناة النبأ لساعات طويلة يمكن إلا في أثناء موضوع السرايا والعودة إلى بنغازي. بالعكس أخي، أنا لم أرى تحريضا على الإطلاق، بل أنا أذكر أن أحد المذيعين هو الأستاذ مصطفى الكبير كان يستضيف أحد المحللين والأخ فاضل الدكتور فتحي الفاضلي، فالأستاذ فتحي الفاضلي يقول له عقيلة صالح يلعق أحد يتحفتر، وهو يقول صراحة ما شيء صحيح، يعني ما يحتاج إلى دليل. فأوقفه الأستاذ مصطفى الكبير وقال له أرجو أن نبتعد عن هذه المصطلحات، شوف العند وين الناس. وقبل الدكتور فتحي الفاضلي تمام، في حين إن قناة مثلاً زي ليبيا 24 أقسم بالله العظيم في مظاهرات طرابلس المشبوهة، المظاهرة اللي نادت بحفتر واستخدمت كلمات يعني بذيئة وخارجة عن الحدود، أنا شاهدتها مش أقل من ساعتين ثلاثة متواصلة تحرض على مصراتة بالاسم، على مدينة بالاسم، النبأ لم تحرض. صحيح. لا علم. طيب اعذرني على المقاطعة أستاذ عمر، عاد إلينا الأستاذ قطب. أستاذ قطب معي؟ نعم معي. طيب كنت سألتك أستاذ قطب، سمعت سؤال أن هناك يعني مصطلحات هذه المراكز تستعمل مثلا مصطلح مجرم حرب، كلمة مجرم حرب تقال على سفاح تساويها بنفس المصطلحات اقتل واذبح واسحل وتحريضات مباشرة
من قنوات أخرى. أنا أقول لحضرتك المصطلحات إذا كان هناك اتفاق على تسمية هذه المسميات بين الوسط، يعني إذا كان هناك اتحاد الإعلاميين أو الصحفيين وأقر استخدام هذه المصطلحات أكبر ستايل بوك يعني يستخدم، فلا بأس في ذلك. لكن أن يفرض علينا طرف ما استخدام مصطلح حسب تحيزاته هو السياسية، فهذا لابد أن نرفضه. يعني إحنا حين توصف المقاومة الفلسطينية بأنها إرهاب وعمل إرهابي، علينا أن نرفض هذا، لأن هذه المقاومة تقاوم مختلا وغاصبا بالفعل. حين يعني يقال على شخص ما يعني هو قاتل ثم يوصف بأوصاف أقل من ذلك، يمكننا أن نعترض لأنه هو قاتل بالفعل. لكن علينا أيضا أن نكون حذرين في التوسع في استخدام بعض المصطلحات التي ربما تضعنا تحت طائلة القانون، سواء القانون المحلي أو القوانين الدولية أيضا. أنا هنا أحذر فقط من لأنه بالفعل هناك جهات دولية تراقب أداء هذه القنوات، القنوات التي تبث من الدول العربية المختلفة، لأنه بالنهاية أنت مربوط ب بالقمر مثلا الاوروبي في باريس مثلا، فبالتالي يستطيعون ان يذهبوا الى هناك ومن المحبس يغلق عليك صحيح. طيب لكن استاذ قطب علينا ان نكون حذرين في استخدام استاذ قطب المصطلحات التي تبرمها القوانين الدوليه، يمكن الاستعاضه عنها ببعض المصطلحات التي تؤدي نفس الغرض ولكن لا تكون تحت طائله القوانين. طيب أستاذ قطب، لأن مثل عندما تخرج بعض المراكز بتقييم لمثل لهذه القنوات وتصنفها بتصنيف يرى البعض أنه جائر وأنه وراءه يعني نوع من الكيد لهذه القناة وهو من ضمن الصراع السياسي، الآن كيف للمشاهد العادي أن يقيم نتائج هذه التقارير الصادرة من هذه المراكز؟ علي أن أعرف هوية هذه المراكز التي أصدرت تلك التقارير ومن يقف وراءها ومن يمولها وتاريخها السابق في تقاريرها السابقة أيضا، ليعرف منها كيف تتعامل وكيف تنظر إلى الأمور، وبالتالي يستطيع الحكم عليها إن كانت بالفعل موضوعية أو إن كانت منحازة لوجهة نظر معينة. في الأغلب كثير من المنظمات الحقوقية التي تعمل في متابعة ومراقبة وسائل الإعلام وغيرها هي حقيقة منحازة لوجهات نظر غربية بالأساس، لها بعض الامتدادات المحلية سواء في ليبيا في سوريا في أي مكان آخر، لها امتداداتها المحلية وبالتالي هي تخدم على هذه الأجندة الدولية، لأن هذه الأجندة هي التي تدفع لها في النهاية وهي التي تمولها في النهاية. والحل في هذه الحالة الحقيقة أن يكون لدينا مراكز حقوقية مستقلة بحق يعني ووطنية بجد، يعني تعتمد على تمويلاتها من داخل البلد من محبي الخير أو الذين يتحمسون لمثل هذه الأنشطة باعتبارها حتى أنشطة يمكن أن تصنف على أنها أنشطة حتى خيرية، لأنها تقوم بعمل خير في النهاية لصالح البلاد والعباد. في مثل هذه الحالة يمكن لهذه المراكز والمنظمات الحقوقية الوطنية غير المرتبطة بالأجندات الدولية أن تصدر تقارير وفقا لمصدرة أو لميثاق الشرف لديها، يمكن أن تصدر بناء عليه تقارير هذه القناة أخطأت في كذا أو كذا وأصابت في كذا أو كذا، وعلينا أن نستمع إليها في وجه هذه الحالة. نشكرك أستاذ قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام على هذه المشاركة. أعود إلى أستاذ محمد عمر بعيو. أستاذ محمد، الآن يعني لإعطاء مثال على ما تقوم به إحدى القنوات، يعني تقوم بالتحقيق مع بعض الأسرى أو المحتجزين بعد أن تم إجبارهم على الاعتراف، بالرغم من ذلك يتم مثل هذا التقرير يتغاضى عن هذه
مثل هذا الأسلوب في العرض من هذه القنوات ويغفل عنها ويسلط الضوء على قنوات أخرى. ما رأيك؟ إذا سمح لي الوقت، هناك تعقيب على كلام الأستاذ قطب عربي حول مسألة مجرم الحرب وغيرها. أنا من أنصار أن نسمي الأشياء بمسمياتها. نعم. نحن اليوم عندما نتحدث عن ما يحدث من ظلم، عن ما يحدث من انحراف، عن ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية موثقة بالصوت والصورة والمقاطع في قنفوذة، في بنغازي، في غيرها، في غيرها. عندما نتحدث عن جرائم عملية الكرامة وعن المجرم الحرب خليفة حفتر، هذا من باب تسمية الأشياء بمسمياتها، وليس يدخل في باب التهشير، إنما يدخل في باب البيان والإعلام والتوضيح ووضع. وهذه مهمة السلطة الرابعة، مهمة الإعلام الأخلاقية، أن يضع الأشياء في نصابها ويسميها بمسمياتها. فلا يمكن أن نخشى نحن من القانون الدولي أو من أي أشياء ممكن، يعني كما ذكر الأخ الفاضل، تجعل رسالة الإعلام رسالة سلبية مهينة وضيعة هكذا، يعني من ساس لساس تمشي. يجب أن يكون الإعلامي له شخصية واضحة جدا، منحاز إلى الحق، إلى الفضيلة، إلى شعبه، إلى المستضعفين. لابد أن يكون واضحا ولا يتلجج ولا يرتعش ولا يعني يرتبك أمام هذه الحقائق. وكما يقول نعوم شينسكي المفكر الأمريكي العملاق، المثقف هو الذي يقف في وجه القوة. وبالتالي نحن اليوم يجب أن يبنى الإنسان، يبني ثقافته ومواقفه على الوضوح وعلى البيان المهم الذي يحتاجه الناس وتحتاجه الأجيال وتحتاجه الجماهير العامة. إذن تسمية الأشياء بمسمياتها هو الموضوعية وهو ما يليق بأخلاقيات المهنة الإعلامية. طيب، نشكرك أستاذ محمد بعيو، بارك الله فيك على هذه المشاركة. أستاذ عمر، الحقيقة الآن ونحن الآن نركز على قناة النبأ باعتبار أنها أخذت السبق على حسب تقرير هذا المركز في خطاب الكراهية، فقناة النبأ الآن هي مع ذلك أيضا أخذت السبق في عدد الاعتداءات عليها بالحرق والتدمير والاقتحام وغير ذلك. فمثل هذا التقرير الآن ربما يبرر مثل هذه الاعتداءات. شوف أخي، أنا أقول لك على شيء. ليبيا حدثت فيها ثلاثة أشياء إعلامية لو حدثت في أي بلد آخر لفكك الإعلام من جذوره ثم بني مرة أخرى، ولتكلمت الصحف ليل نهار، ومراكز الأبحاث طلعت مئات التقارير. أول حادثة ولم تحدث في العالم هو أن مذيع، وخلينا برضو أنا على فكرة أنا نحب نكون مباشر يا أستاذ عبد الله، تفضل. هذا اللي هو متاع اللي هو صاحب اللي يحبوه العزايز، ينفع بالعزايز، اللي اسمه محمد مطلل هذا. نعم. طبعا زي قال لي مع محمود مصراتي، ما جبتش حاجة من عندي يعني. نعم. مذيع أول مرة تصير في العالم إنه يطلع في برنامج يراه والملايين عبر الأقمار الاصطناعية اللي تمر من باريس وتمر مش عارف من وين، ويذكر أسماء الناشطين بالاسم ويحرض عليهم بالاسم ويحرض على أهليهم ويقول وين أماكن بيوتهم وعناوينهم. نعم. هذا تحريض مش تحريض، وين التقرير من هذا؟ رقم اثنين، رقم معلش سامحني، رقم اثنين، يخطف مقدم برنامج ويهدد بالقتل إن لم يقف برنامجه هذا، ونحكي على الأستاذ سعد العبيدي وبرنامج بنغازي تهز علينا في قناة التناصح. نعم. هذا مصدرش في العالم، وين أيضا التقرير من هذا؟ ثالث حاجة، حرق قناة ضربت بالار بي جي واعتدي عليها وحرقت، وحرقت هذه المرة وكانت واضحة صور الحرق، وكان كل شيء يعني مش معقولة. طيب وين التقارير؟ وين التقرير؟ صدر في إبريل الآن، كان مفروض بالعكس، حتى لو كانت النبأ هي رقم واحد في التحريض يشفع لها، يعني مطهرات من ذنوبها، زي ما نقول المرض يطهر الإنسان من ذنوبه. الحرق الذي تعرضت له يطهرها من هذا الاتهام اللي هو التحريض والكراهية، لتصبح بدل هي ما تكون محرضة
هي أكبر قناة حرض عليها واعتدي عليها. نعم. وهذا لعل هو من أحد الأسباب مثل صدور مثل هذه التقارير، لعل انتهى وقت المحدد للبرنامج. نشكرك الأستاذ عمر عبد العزيز الناشط الإعلامي على هذه المشاركة. لو تريد تختم بكلمة أستاذ عمر. نعم، أريد أن أختم بكلمة. أنا كتبت منشور بعد التقرير هذا، وبالفعل أنا أدعو لهذا الأمر، أن يجب أن نحرر المصطلحات. يبدو أن التحريض على الكراهية صار مصطلحا فضفاضا ليس له ضوابط، مثله مثل الإرهاب، هو أداة يستخدمها الخصم ضد خصمه. أرجو أن نحن قبل أن نستخدم هذا المصطلح أن نعرفه ونحرره بشكل واضح، مثل موضوع الإرهاب، لكي لا يكون أداة في أي واحد يريد أن يتعرض لخصم. ونحن أستاذ عمر بالمناسبة نكره الإنقلابيين ونابشي القبور والمهجري السكان من مناطقهم ومن بيوتهم، كل ذلك نكرهه، وليس لنا أي حرج في ذكر ذلك أمام الناس، وننتصر إلى حقوقهم وقضاياهم. مبارك الله فيك، نشكرك أستاذ عمر عبد العزيز، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.